Buongiorno, buongiorno Emeni, buongiorno, 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 ci siamo? Buongiorno, buongiorno Noaida, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, va bene, oggi facciamo una lezione molto veloce, ok? Allora, questa è la lezione di oggi sui verbi riflessivi reciproci. Reciproci يعني متبادلين. يعني الأفعال المنعكسة المتبادلة. ماشي؟ لما تكون حاجة reciproca يعني متبادلة. تمام؟ وهنا reciproci طبعا عشان هم جمع مذكر reciproci. تمام؟ يبقى فيربي ريفليكسيفي ريتشيبروتشي. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا عندنا هنشوف بعض الامثله. هنا مثلا جان فرانكو وريتا سي كونوسكونو داي تيمبي دالونيفرسيتا. اوكي؟ سي كونوسكونو هم بيعرفوا بعض. هنا متبادل هم بيعرفوا بعض. يعني ريتا كونوش جان فرانكو وجان فرانكو كونوش ريتا. الاثنين مع بعض سي كونوسكونو بيعرفوا بعض. تمام؟ وهنا عندنا مثلا ماركو انكونترا باولا وباولا انكونترا ماركو. تمام؟ يبقى هنا ماركو انكونترا باولا وباولا انكونترا ماركو. طبعا باولا لازم بي مايوسكولا. وباولا انكونترا ماركو باولا انكونترا ماركو. اوكي؟ يبقى هما الاثنين بيقابلوا بعض. فهنقول ايه بقى؟ ماركو وباولا يبقى سي انكونترانو. سي انكونترانو هنا بقى في حاجه علاقه ريتشيبروكا، ريتشيبروكا متبادله. تمام؟ يبقى هنا باولا وماركو او ماركا ماركو وباولا، ماركو باولا سي انكونترانو، سي انكونترانو. اوكي؟ حاجه متبادله ما بينهم هما الاثنين. تمام؟ اوكي. في بعد كده هنا معانا اوكي، يبقى هنا ماركو اي باولا سي انكونترانو. تمام. هنا ماركو سالوتا باولا وباولا سالوتا ماركو. ماشي؟ ماركو سالوتا باولا، يعني ماركو بيسلم على باولا. ماركو سالوتا، سالوتا ده فيربو عادي، سالوتا. اوكي، هو بيعمل حاجه لغيره مش لنفسه. سالوتا يعني مش ريفلسيفو. سالوتا باولا. تمام؟ باولا وباولا باولا سالوتا سالوتا ماركو. ماشي؟ لما تكون ما بينهم علاقه متبادله ريتشيبروكا يبقى هيكون الاثنين بيسلموا على بعض. هنقول ايه بقى؟ ماركو ماركو اي باولا اي Paola si salutano. Paola si salutano. Li salutiamo alla loro. Hena taban si incontrano o si salutano. Di hena il verbo tahawwal ila riflessivo. O can verbo adi. Yani can incontra o saluta. Walakin la mahomma si salutano o si incontrano. Di hena verbo riflessivo. Munakis. Ok? Ehna l'etnin. O homma l'etnin di amiro hagalba. هو بيسلم عليها وهي بتسلم عليه، فهنا علاقة متبادلة في الأفعال المنعكسة. هو هنا مش بيعمل حاجة لنفسه. يعني دايماً الفيرب المنعكس إن أنا بعمل حاجة لنفسي، إن أنا بقول إيو مثلاً مي لافو، إيو مي سفاليو، إيو مي ألسو، إيو مي كيامو، إيو مي بريزنتو. كل الحاجات دي أفعال منعكسة، إن أنا بعمل حاجة لنفسي. أوكي؟ أو بقول مثلاً تو تي لافي، تي سفالي، تي ألسي، أنت بتعمل حاجة لنفسك. اوكي، او تي التيامو، احنا بنعمل حاجه لنفسنا. ولكن هنا انا بعمل حاجه لحد وحد بيعمل لي حاجه، او ماركو هو اللي بيعمل لباولا وباولا بتعمل لماركو، فهنا علاقه متبادله. فهنا المفروض ان هو نوع من انواع الفيرب انفليسيفي، ان هو تكون علاقه متبادله. انا بعمل حاجه لحد والحد بيعمل لي نفس الحاجه. ماشي؟ او هو بيعمل، لا بيعمل حاجه لحد والحد بيعمل له نفس الحاجه. فهنا علاقه متبادله، بيعملوا البعض نفس الحاجه. فهنا يعني نوع من انواع ايفيربي ريفلسيفي او الافعال المنعكسه. تمام؟ في بعد كده هنا عندنا مثلا اوكي
هنا ممكن تيجي مع نوي أو فوي أو لورو، يعني أنا وحد أو أنت وحد أو هو أو هي وحد. أوكي، يعني مثلا بقول إيو إي كارلو تشي إنكونترياامو، ماشي، أنا إنكونترو كارلو وكارلو مي إنكونترا، تمام. يعني أنا هنا إيو إنكونترو كارلو، إيو إنكونترو كارلو، هنا فيربو مش ريفلسيف. أوكي، وكارلو Carlo incontra me. Ok? Incontra me, yani Carlo bi incontra me او mi incontra. الاثنين صح. ماشي؟ يعني ممكن اقول mi incontra في الاول لو انا هستخدم الضمير بشكل اخر. يعني incontra me او mi incontra. تمام؟ يبقى هنا io incontro Paolo او Carlo. Carlo incontra me او mi incontra. يبقى هنا ci incontriamo. Io e Carlo ci incontriamo. Carlo ci incontriamo. بنقابل بعض. هنا الحاجة احنا بنعملها متبادلة لبعض. Incontriamo. اوكي، هنا العلاقة متبادلة ما بيننا. انا بقابله وهو بيقابلني. ماشي، انا ما عملتش حاجه لنفس، هو ما عملش حاجه لنفسه، ولكن هنا في الحاله دي بيعتبر فيربو ريفليسيفو ريتشيبلكو. اوكي، متبادل، تمام. اوكي، زي حتى لما بنقول تشي فيديامو، هنقابل بعض او هنشوف بعض، هنلتقي ببعض، تشي فيديامو. اوكي، هنا احنا الاثنين هنشوف بعض، انت هتشوفني وانا هشوفك، فهنا علاقة متبادلة، فبتبقى نوع من أنواع إيفيربي ريفليسيفي أو الأفعال المنعكسة. تمام، ممكن يجي مع voi. Voi يعني tu e Mario vi incontrate. Vi incontrate يعني tu incontri Mario و Mario ti incontra. ماشي؟ tu incontri Mario و Mario ti incontra. انتوا الاثنين بقى vi incontrate. Vi incontrate يعني انتوا الاثنين هتقابلوا بعض. اوكي؟ لورو، لو احنا هنتكلم عن لورو زي ما قلنا مع باولا وماركو، هنا برضو لوي اي جاني، هو وجاني سي انكونترانو، هيقابلوا بعض. لوي اي جاني سي انكونترانو، يبقى لوي انكونترا جاني وجاني انكونترا لوي. اوكي، او لو انكونترا، على حسب ما نحط الضمير فين. تمام، يبقى هنا لورو سي انكونترانو. تمام، اوكي. في هنا بقى بعض الأمثلة على الكلام ده، فمثلا هنا إي إنكونترو كلاوديو، إي كلاوديو، إيو إي كلاوديو تشي إنكونتريامو. أوكي، هنا بقى إيو سالوتو كارلا، ها، يبقى هنا إيو إي كارلا، إيو سالوتو كارلا. ماشي، طبعا كارلا أكيد سلمت عليا هي كمان، يعني io saluto Carla e Carla mi saluta. يعني احنا الاثنين بنسلم على بعض، فهي io e Carla. اوكي، ci احنا عايزه اجابات، ci salutiamo او salutiamo. io e Carla ci salutiamo. io e Carla ci salutiamo. اوكي، ci salutiamo. هنا verbo riflessivo من نوع التبادل. اوكي، بعد كده في هنا عندي كلاوديو سبوزا لينا، ماشي، ولينا سبوزا كلاوديو، كل واحد فيهم بيتجوز التاني، هما الاثنين بيتزوجوا مع بعض، يبقى هنا سي سبوزانو. يبقى هنا كلاوديو، ما فيش اجابات ولا ايه؟ كلاوديو اي لينا سي سبوزانو. اوكي، احنا موجودين ولا احنا مش موجودين؟ ولا ايه الاخبار؟ سي سبوزانو، يبقى هنا كلاوديو الينا سي سبوزانو. كلاوديو الينا سي سبوزانو. سي سبوزانو، سي سبوزانو يعني يتزوجوا بعض. لو انا وحد تاني هنتجوز مع بعض، يبقى هنا تشي سبوزيامو. اوكي، لو حضرتك وحد تاني هتتجوزوا مع بعض، يبقى في سبوزاتي. لو هما كلاوديو لينا اي حد اي اتنين تانيين، احمد ومروه، فبنقول سي سبوزانو. تمام، اوكي.
بعد كده هنا في كارلا كونوشي جاني، كارلا كونوشي جاني يعني كارلا بتعرف جاني، وجاني كونوشي كارلا، يبقى وجاني بيعرف كارلا، يبقى هما الاتنين مع بعض بيعرفوا بعض، يبقى كارلا وجاني. أنا مش شايف أي حد بيكتب أي حاجة. كارلا إيه جاني، كارلا إيه جاني، مالهم بقى؟ سي كونوسكونو، كونوسكونو، عارفين بعض. اوكي سي كونوسكونو، يعني انا لو شفتك بتسلم على حد انا عارفاه فانا مستغربه ان انتوا تعرفوا بعض، فبقول في كونوشيتي، انتوا عارفين بعض، في كونوشيتي، عارفين بعض، هنا علاقه متبادله. تمام، فبتقول لي سي تي كونوشامو، مثلا ايوه احنا عارفين بعض. تمام، في بعد كده هنا تو انكونتري لويزا، تو انكونتري لويزا يعني انت بتقابل لويزا، وطبعا لويزا تي انكونترا، ماشي، يعني هنا لويزا كمان بتقابلك، يبقى تو لويزا ها هتبقى في انكونترات، في انكونترات انت ولويزا، تو لان انت هنا، تو هي لويزا، تو لوي Luisa, vi incontrate, tamam? Vi incontrate, tu e Luisa vi incontrate, yani enta e Luisa betqablu baat, tamam? Maia o ايه الاخبار? Ok, tu e Luisa vi incontrate. انتوا بتكتبوا، انا مش شايف اي حاجه من انتوا بتكتبوا على فكره. اوكي ماشي، بونجورنو يا هانم، بونجورنو نهيلة، اوكي بونجورنو نورا، لاف الله، بونجورنو اتوتي. اوكي، لا هنا سي وتشي في الحاله اللي احنا فيها دي، سي بنستخدمها مع لورو وتشي بنستخدمها مع نوي، احنا انا وانت، تشي انكونتريامو، تشي فيديامو، تشي سالوتيامو. Allora, ci, ana u enta, o ana u enti, ehna l'etnin, ana mawgut fiha, noi. Walakin, vi, antum, an, yani, anta u haddetani, u si, howa, o heya, u haddetani, ok? Carla e Gianni si conoscono, ok? Buongiorno, buongiorno Mustafa, ok? Teme, tu e Luisa vi incontrate, bravissimo. Ok, vi incontra. Luisa con la S. Ok. Tamam. Hena fi io do del tu a Piero. Yani e dare del tu. Dare fi verbo esmo dare del tu o dare del lei. Dare. Dare del lei. Del lei. Dare del tu, يعني ما فيش ما بيننا تكليف، احنا اصحاب، يعني شلنا التكليف، ما فيش حضرتك. يعني بستخدم معاك صيغه تو. اوكي؟ بونجورنو يا ماجد، بستخدم صيغه تو، يبقى هنا dare del tu. ماشي؟ يعني هنا لما اقول possiamo dare del tu، يعني ممكن نشيل التكليف ما بيننا، يعني نبقى اصحاب يعني، ما نقولش لبعض لاي. اوكي؟ او dobbiamo dare del lei، ولا لازم ان احنا نحترم يعني في نستخدم اللفظ لاي. اوكي possiamo fare questo o dobbiamo fare quello. تمام، يبقى هنا dare del tu ودار del lei. ماشي، يبقى هنا هو الراجل ده بيقول io do del tu a Piero، يعني انا وبيرو ما فيش ما بيننا تكليف، انا وبيرو بنستخدم صيغه del tu. اوكي dare del tu، ايوه بالظبط كده dare del tu. اوكي يبقى هنا io do، io do طبعا الفيرب dare مع io، io do del tu، del tu يعني انا بستخدم صيغه تو هنا a Piero، مع Piero او لبيرو. تمام، اوكي io dare del tu a Piero. اوكي وطبعا هنا وهنا a Piero، وبيرو طبعا نفس الطريقه، Piero da del tu a me، كمان هو Piero da Piero، da بالآ accentata طبعا، da del tu، del tu a me،
وبيرو كمان شايل التكليف معايا، يبقى احنا الاثنين شايلين التكليف مع بعض. اوكي، احنا الاثنين شايلين التكليف مع بعض، يعني بيرو بيقول لي تو وانا بقول لبيرو تو. اوكي، وبنصرف الافعال كلها مع تو، انت ما بنقولش حضرتك. يبقى احنا الاثنين ايو اي بيرو، هنعمل ايه؟ ايو اي بيرو. ها، مفيش اجابات. اي بيرو، ايو بيرو. اوكي اوكي، تشي ديامو، تشي ديامو del tu، ci diamo del tu، يعني انا وبييرو شايلين الالقاب مع بعض، احنا الاثنين شايلين الالقاب. ماشي، بنستخدم صيغه تو. تمام، معايا ولا انتوا فين؟ ماشي، يبقى هنا خلاص، هنا مكتوب حتى لاسيكو نوفو او المصطلحات الجديده اللي احنا عرفناها. ريتشي بروكو، ريتشي بروكو يعني متبادل، يعني حاجه متبادله، لان هنا الفيرب مش منعكس قوي عليا، انا ما بعملش حاجه لنفسي، وبييرو ما بيعملش حاجه لنفسه. اوكي، احنا اللي يعني انا بعمل حاجه لبييرو، وبييرو بيعمل لي حاجه، فهنا يعني فيرب منعكس، منعكس يعني احنا الاثنين بنعمل حاجه لبعض، فخلاص فبقت حاجه منعكس علينا احنا الاثنين. تمام، اوكي اوكي طبعا احنا اخذنا امبارح اللي هي ايفيرب ريفلسيفي اللي احنا اخذناها. تمام، في هنا معانا كونفرساسيوني، وهنا اونا ليفاتاتشا. ليفاتاتشا يعني صحيان متاخرا، حد صحي متاخر ليفاتاتشا. ماشي، لما بتكون فيها حاجه تاتشا اصلا بتكون حاجه مش كويسه، يعني صاحي مقريف كده مش كويس. اوكي، اونا ليفاتاتشا، يعني انا بقول جورنا تاتشا، يعني لا قدر الله يوم مش سعيد، اونا جورنا تاتشا. اوكي، هنا اونا ليفاتاتشا، ليفاتاتشا صحيان متاخر ومش مستريح، مش مريح يعني. هنا بيترو بيقول كي فاتشا ستانكا، كي فاتشا ستانكا، كي فاتشا ستانكا، يعني يا له من وجه مرهق، يعني وجهك مرهق او وجهك مرهق. تمام، كي فاتشا ستانكا، كي فاتشا ستانكا. طبعا فاتشا او فيزو او فولتو hanno lo stesso significato. يبقى هنا كي فاتشا ستانكا، كي فاتشا ستانكا، يا له من وجه مرهق. اوكي، كي فاتشا ستانكا، ستاماتينا اريكا، ستاماتينا اريكا، يعني وجهك مرهق هذا الصباح يا اريكا. ماشي، كي فاتشا ستانكا، ستاماتينا اريكا. هنا اريكا بتقول له بير فورسا، بير فورسا، بالعافيه، بالعافيه، بالكاد، بالفرصه، بير فورسا. ماشي، بير فورسا، اوكي، بالكاد او بالعافيه. ماشي، sono riuscita ad arrivare qui per forza، انا استطعت ان انا اوصل هنا بالعافيه. ماشي، بمشقه، بالكاد، بير فورسا. ماشي، يبقى هنا per forza mi sono addormentata، يعني addormentata طبعا هنا اللي هي خلطت الى النوم، يعني لسه ما نمتش، انا رحت على السرير يعني عشان انام، طبعا مش عارفه انا نمت امتى، بس انا يعني وضعت نفسي على السرير. addormentata او mi sono addormentata dopo mezzanotte، بعد منتصف الليل. اوكي، e mi sono، mi sono alzata، هنا خلي بالنا mi sono addormentata، mi sono addormentata، هنا الفيربو essere بنستخدمه مع الافعال اللي هي المنعكسه في الباساتو بروسيمو. طبعا احنا عارفين الباساتو بروسيمو بيتكون من essere او avere più il participio passato. تمام، يعني انا بقول ho mangiato او sono andato او sono andata او siamo andati او siamo andate. تمام، يبقى هنا ال verbi riflessivi prendono il verbo essere. ماشي، في il passato prossimo. طبعا il verbo essere بيخلينا نغير النهايات، قول mi sono svegliato، انا ولد، mi sono svegliata، انا بنت، siamo svegliati، احنا اولاد وبنات او اولاد بس، او siamo svegliate، احنا بنات بس. تمام، يبقى هنا بتاخد الفيربو essere، mi sono، دايما essere، دايما على طول essere. ماشي، يعني انا بقول مثلا هنا ieri، ieri ho incontrato، ho incontrato Marco،
ماشي، ياري يوم كونتراتو ماركو. بالامس انا قابلت ماركو، طبعا انا قابلت ماركو يبقى هو قابلني، يعني احنا الاثنين اتقابلنا. يبقى ياري هنا فوق انا استخدمت الفيربو اسر، الفيربو افيري، ولكن انا لو خليته ريفلسيفو يبقى ياري ايو اي ماركو، اي ماركو. هنا بقى هنقول لازم نقول تشي سيامو، تشي سيامو انكونترا تي. يبقى هنا الفيرب ريفلسيفي بياخدوا الفيربو اسر سواء في حاله، سواء في حالة إن الفيربو نفسه بياخد أسر أو في حالة إن الفيربو نفسه بياخد أفير لوحده، ملناش دعوة. المهم إن هو لما يجي ريفليسيفو لازم ياخد الفيربو أسر، ما ينفعش ياخد أفير. يعني هنا إنكونتراتو أنا قلت إنكونتراتو لأنه بياخد أفير، ولكن مجرد ما بقى ريفليسيفو أخد أسر. تمام؟ أوكي. ماشي، إيو كونوسكو ماركو مثلا. ماشي، ولكن io e Marco او مثلا io conosciuto Marco، io conosciuto Marco انا عرفت ماركو في اي حته، اوكي، ولكن io e Marco ci siamo conosciuti، ci siamo conosciuti. تمام، يبقى هنا mi sono addormentata يعني انا خلطت الى النوم dopo mezzanotte، بعد منتصف الليل. e mi sono alzata، mi sono alzata يعني يعني انا ايه نهضت من النوم. خلي بالنا سفيليارسي معناه ان هو يصحى من النوم، يفتح عينه بس يستيقظ، ولكن ينهض يقوم من على السرير خالص، دي السارسي. ماشي، ميسون السادة، وقمت من على السرير. يبقى alle 5، alle 5 alle 5 i verbi riflessivi prendono sempre prendono sempre il verbo essere, ok, al passato, nel passato prossimo, ok. يبقى هنا فين احنا؟ تمام، alle 5 per accompagnare Ingrid all'aeroporto. يعني انا نمت متاخر وصحيت بدري عشان ايه؟ اصطحب accompagnare Ingrid all'aeroporto، عشان اصطحب Ingrid all'aeroporto. هنا è già partita، è già partita يعني سافرت بالفعل. peccato، peccato يعني يعني حاجه كده التاسف يعني، يا خساره، peccato. non ci siamo neanche salutati، يعني حتى ما سلمناش على بعض. non ci siamo neanche، قلنا قبل كده ان neanche هي نفسها nemmeno، nemmeno او neanche. تمام، هنا non ci siamo neanche salutati، يعني احنا حتى ما سلمناش على بعض. ماشي، salutarsi انا بقول io ho salutato Rita وريتا mi ha salutato، ولكن بنقول ci siamo salutati، io e Rita ci siamo salutati، لان في الماضي هتاخد الفيربو essere مع الباسالتو prossimo، حتى لو هي كانت بتاخد avere في الحالات العاديه لما يكون الفيربو مش reflessivo. تمام، اوكي. يبقى هنا non ci siamo neanche salutati. perché non sei venuto ieri sera alla festa da addio، addio اللي هو الوداع. ماشي، وداع اللي هو addio، حتى addio ممكن تكون صيغه حتى للسلام لما حد يكون مسافر او كده، addio. ماشي، وداع، هنا festa da addio يعني حفله الوداع، festa da addio. تمام، اوكي، يعني هي اعتقد ان هي جايه من addio اللي هي في رعايه الله يعني. تمام، هنا بعديها فين؟ eravamo in tanti، eravamo in tanti يعني كنا كتير قوي. e ci siamo divertiti، divertirsi معناه ان هو طبعا غيرنا النهايه جمع لان احنا اتنين، انا وهي، هو والبنت، هم ما سلموش على بعض، او انا وهي يعني، هو قصده هنا هو طبعا ما سلمناش على بعض، فهنا احنا اتنين non ci siamo salutati. تمام، فاحنا بنغير النهايه مع اس. هنا e ci siamo divertiti un mondo. ماشي، divertirsi، divertirsi يعني يستمتع، استمتع، اوكي، استمتعنا. divertirsi، divertirsi، divertirsi معناه نستمتع. ماشي،
فأنا بقول ياري إيو ميسونو ميسونو ياري ميسونو ديفرتيتا طبعا أنا بنت هقول ديفرتيتا un mondo un mondo يعني أنا استمتعت الدنيا دي كلها استمتع ما حصلش أوكي ميسونو ديفرتيتا un mondo هنا ci siamo divertiti un mondo يعني إحنا استمتعنا استمتع ما حصلش قد الدنيا أوكي un mondo استمتاع كبير جدا يعني تمام طبعا هنا ايه un modo di dire يبقى هنا e ci siamo divertiti un mondo يعني احنا استمتعنا قوي ci siamo divertiti un mondo ماشي purtroppo purtroppo للاسف avevo già un impegno avevo già un impegno يعني للاسف كان عندي مشاغل تانية يعني بالفعل كان عندي مشغولية تانية كنت مشغول يعني avevo già un impegno تمام اوكي اوكي اشكركم جزيلا ونلتقي ان شاء الله غدا طبعا هنا ايه osservate osservate خلوا بالكم اللي هو stamattina io mi sono alzato او alzata اللي احنا قلناه ان i verbi riflessivi prendono il verbo essere ok nel caso del passato prossimo يبقى هنا io mi sono alzato او alzata tu ti sei alzato او alzata lui او lui طبعا si è alzato lei si è alzata noi ci siamo alzati لو احنا جمع مذكر او alzate voi siete alzati alzate loro si sono alzati voi alzate تمام molto presto يعني اللي هو مبكر جدا molto presto molto presto مبكر جدا تمام اوكي تمام allora خلاص احنا نكمل ان شاء الله domani و grazie mille buona giornata a tutti شكرا لكم Grazie a voi e ci vediamo domani in chat.